بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا. أهلا بكم في قناة مستر إسماعيل حلمي. إن شاء الله هنكمل ليسون 1 و 2 بارت 2، الجزء الثاني من ليسون 1 و 2 في الوحدة الأولى في يونت 1. ويلا بينا نشوف كده بقية ليسون 1 و 2. عندي هنا يا شباب مترادفات ومتضادات، يعني الكلمة، وبيديني معنى تاني بيساويها في المعنى، وكمان بيديني ال opposite بتاعها او العكس بتاعها. يعني كلمة attractive معناها جذاب او جميل، وبيساويها في المعنى كلمة beautiful يعني جذاب او جميل برضه. عكسها في المعنى ال opposite بتاعها عندي كلمة unattractive او كلمة ugly. طيب عندي هنا كلمة modern حديث، بتساويها في المعنى كلمة new او up to date، دول معناهم جديد او حديث او عصري. بعكسهم كلمة old او ancient. عندي كلمة interesting رائع او شيق، بتساويها في المعنى كلمة lovely او exciting، عكسها في المعنى او الاوبوزيت بتاعها هو كلمة boring. عندي كلمة peaceful يعني مسالم او هادئ، بتساوي كلمة calm او quiet، والاوبوزيت هو كلمة او العكس هو كلمة noisy مزعج. عندي famous مشهور، عكسها بتساوي في المعنى كلمة well known، وعكسها في المعنى unknown يعني غير معروف. اما كلمة borrow يعني يستعير، بتساوي كلمة take يستعير أو يستلف، بتساوي كلمة take يعني يأخذ برضو أو يستعير أو يستلف. عكسها في المعنى كلمة lend يعني يسلف أو يقرض. في جزء ثاني عندنا خاص باللغويات، اللي هو حاجة اسمها prefixes والsuffixes. ايه هو prefixes والsuffixes دول يا شباب؟ ده مقطع يضاف في بداية الكلمة اللي هو prefix، والسافكس ده مقطع او يضاف في نهاية الكلمة، بيسميه ناهية او نهاية الكلمة، بيديني بيغير معناها. يعني مثلا عندي هنا المقطع فل، ده يكون صفة من الاسم او الفعل، زي كلمة careful هنا ضفنا ليها كلمة كير يعني يحرس، اما careful معناها حريص او حذر، ده هنا اتحولت من صفة الى فعل، تمام؟ تحولت هنا الى صفة، تمام؟ helpful معناها مفيد او مساعد، ضفنا لها help يعني يساعد، ده verb، ضفنا لها المقطع full اللي هو suffix full، اصبحت مفيد او مساعد. peaceful مسالم او هادئ. useful use يعني يستخدم، ضفنا لها المقطع full بقت ايه، تحولت الى صفة بقت ايه، useful مفيد او نافع. طب عندي t-i-o-n يتنطق شن، اما هنا عندي كلمة pollute يعني يلوث، pollution تلوث، direct اتحولت الى direction. طيب عندي هنا ال IVE المقطع ده تكون صفة من فعل، attractive يعني جذاب اصبحت صفة. هنا عندي ال un ال UN تكون عكس الصفة، زي unnatural لو شلنا ال un بقت natural، وعندي زي like و unlike كده، زي happy و unhappy. عندي هنا usual و unusual، usual معناها عادي و unusual يعني غير عادي. طب تعالوا نطبق على الكلام ده، اكسرسايز خفيف كده نحله بسرعة مع بعض. نمبر 1 بيقول لي هنا the word peaceful يعني الكلمة اللي هي peaceful دي معناها مسالم. can be replaced by يمكن ان تتبدل بكلمة، هنا ايه نمبر 1، نمبر ايه ugly and dirty يعني قبيح وقذر، ولا quiet and dirty هادئ وقذر، ولا calm and quiet هادئ والاثنين معناهم هادئ، وهنا ugly and calm يعني قبيح وهادئ، لا طبعا calm and quiet. طيب number 2 there are attractive buildings، attractive يعني جذاب، يوجد مباني جذابة، وinteresting monuments وآثار ممتعة وشيقة، and lots of gardens وكثير من الحدائق. the word attractive كلمة attractive دي تعني ايه؟ طبعا تعني كلمة beautiful يعني جميل. طب not good لا جذاب مش معناه good. طيب dirty قذر ولا ugly قبيح، لا هي كلمة attractive بتساوي في المعنى كلمة ايه، كلمة beautiful. number 3 بيقولي the word space الكلمة دي can be the opposite of boring يمكن ان تكون عكس كلمة boring. boring معناها ممل، near يعني قريب، interested معناها مهتم بي، exciting excited معناها يشعر بالإثارة، وعندي interesting معناها ممتع أو شيق، يبقى هنا عندي كلمة boring معناها ممل، عكسها كلمة interesting يعني ممتع أو شيق. number 4 you can make an adjective يمكنك أن تكون أو تعمل صفة
from the verb use من الفعل use by adding بإضافة طبعا المقطع full زي ما شرحنا من شوية يبقى useful بتيجي بمعنى مفيد. طيب we can form يمكننا أن نكون the word peaceful كلمة peaceful دي اللي هي معناها آمن أو معناها مسالم أو هادئ from the noun من الكلمة طبعا peace سهلة جدا peace هتبقى peaceful. طيب number to give the opposite of the word natural يعني عشان تدي عكس كلمة natural اللي هي معناها طبيعي we add the prefix بنضيف المقطع البادئ اللي هو هيكون unnatural اللي هو غير طبيعي. تمام. طيب نكمل كده بقية الليسون بتاعنا. عندنا هنا شوية prepositions شوية حروف جر للمكان للبليس. prepositions of place حروف جر للمكان خدناهم قبل كده سهلين جدا ما فهمش اي حاجة هنقولهم بسرعة. in يعني في او بداخل on يعني على فوق next to يعني بجانب behind يعني خلف in front of ده حرف جر بيكون من ثلاث كلمات in front of معناها مواجه لي او opposite. تمام. عندي كلمة under يعني تحت near بالقرب من between يعني بين لازم يجي بعدها ايه حاجتين برافو عليكم. هنا عندي on the corner يعني على الركن او على الزاوية وساعات بتيجي على الناصية ناصية الشارع above معناها فوق. دي كلها طبعا above تفرق ايه عن on ان on الشيء ملاصق للشيء اللي هو فوقيه يعني الكرة ملاصقة للصندوق اللي قصادنا او للمكعب اللي قصادنا انما هنا الكرة في بينها وبين الصندوق ايه فراغ زي ما نقول the fan is above the table يعني المروحة فوق الترابيزة يعني في بينهم ايه في بينهم فراغ. ده الفرق بين above و on. ونكمل كمان هيديني شوية عبارات تبين الاتجاهات. freeze to show direction زي ما تكون بتوصف الطريق لحد او توصف له اتجاه مكان معين هتقوله turn right اتجه يمين او turn left اتجه يسارا go straight on يعني امشي باستقامة امشي على طول يعني يسير باستقامة على walk past يعني امشي مرا بيه او go past امشي مرا بيه لما اقوله walk past the post office يعني امشي مرا بيه مكتب البريد مثلا take the first او the second رود يعني اتخذ الطريق الاول او الثاني on the right حرف الجر اول بيجي مع كلمة right on the right على اليمين on the left على الشمال on the corner قلناها من شوية على النص المثال اهو from the sport center يعني من عند المركز الرياضي go straight on امشي باستقامة for about 20 meters يعني حوالي لمدة 20 متر. طيب go past the botanical gardens امشي مرا بي الحدائق النباتية and the aquarium ومتحف الأحياء المائية and then turn left ثم بعد ذلك اتجه إلى اليسار. تعالوا نشوف كمان مديني شوية تطبيقات على حروف الجر الخاصة بالوقت عندي at و on when. أولا هناخد حرف الجر at هنا بيقول لي بيستخدم قبل وقت محدد اهو specific time the first lesson begins at 8 o'clock متعودين at 8 o'clock ادي وقت محدد قبل اسماء الوجبات names of meal times اللي هي بيقول لي هنا مثلا ايه I will meet you at breakfast يعني هقابلك في وقت الفطار او at lunch او at dinner. طيب قبل الاجازات الرسميه والاعياد before holidays at christmas او at thanksgiving دي اعياد بتاعتنا الكريسماس والثانكسجيفنج. طيب المثال اهو at christmas في عيد الكريسماس اللي هو راس السنه we decorate our tree with silver bells بنزين الاشجار بايه بالاجراس الفضيه. طب هنا to talk about person's age as a point in time عشان تتكلم عن عمر شخص كنقطه زمنيه يعني ايه الكلام ده هنا left university at 22 يعني هنا غادرت او تركت الجامعة دي نقطة بداية خروجها من الجامعة دي اسمها نقطة زمنية يعني بدأت تخرج من الجامعة او بدأت تنتهي من التعليم الجامعي وهي عندها 22 سنة. طب تعال نكمل هنا at the age of 7 عند سن السابعة lean learned to swim هي نقطة البداية هو بدأت تتعلم عند سن الايه عند سن السابعة يبقى هنا at بتستخدم كنقطة زمنية لبداية شيء معين. طيب with these phrases مع هذه العبارات at the moment في هذه اللحظة
at dawn اللي هو الفجر, at noon اللي هو في فترة الظهيرة, at the weekend في نهاية. خلي بالكم حروف الجر دي تيجي في التشوز مهمة جدا. at night ليلا, at midnight في منتصف الليل, و at midday في منتصف النهار الساعة 12 الظهر في منتصف النهار. ونشوف كده حرف الجر ان بيقول ايه معانا هنا. with phrases of the day مع اجزاء اليوم, parts of the day مع اجزاء اليوم, اللي هو in the morning في الصباح, و in the afternoon في وقت الظهيرة وقت النهار يعني, او in the evening في المساء. مثال اهو, in the morning في الصباح I always run for 30 minutes, يعني في الصبح في الصباح انا دايما باجري لمدة 30 دقيقة. طيب with seasons اللي هي فصول السنة, months والشهور, and years والاعوام او السنوات اهو, in spring والسمر, winter autumn الربيع والصيف والشتاء والخريف, January ومارش وسبتمبر دي كلها شهور السنة. وادي السنوات, ادي هنا عندي 2012 وعندي 1989 وان 2000 وان 20 او 2019 دي كلها السنين. طيب نشوف كده بيجي معايا كمان حرف الجر ان. before phrases identifying centuries يعني قبل عبارات تشير الى القرون, وايه كمان and historical periods والفترات التاريخية زي ايه كده, زي ما يقول لي في القرن التاسع عشر, in the 19th century في القرن التاسع عشر, in the 1960s يعني في فترة الستينات. لما يحط لي بعد السنة حرف الاس يعني الستينات, يعني من اول 1960 الى 1969 دي اسمها فترة الستينات. طيب ايه كمان, لفترة زمنية قبل وقوع الحدث او اكتماله, يعني ايه لما اقول مثلا in 10 minutes يعني في خلال 10 دقائق, يعني لسه الحدث ايه مخلص في خلال 10 دقائق انا هحل الامتحان ده. in 2 days يعني في خلال يومين, دي فترة زمنية لسه الحدث بتاعه لسه ما حصلش او لسه لم يكتمل, بدأ ولسه ما اكتملش. تعالوا نشوف كده حرف الجر اون بيقول لي معانا هنا, قبل يوم معين او والتواريخ, بس مش اي تاريخ, لازم يكون التاريخ فيه ايه, في يوم اهو. I will see you on Tuesday ايام الاسبوع, on Sunday, on Monday وهكذا. The final exam is on June 29th. يعني ايه الكلام ده؟ طب يا مستر ده on June ده شهر اهو, لو جون بس من غير اليوم تبقى ان, لكن طالما في معايا يوم يبقى هناخد حرف الجر ايه اون. خلي بالكم منها جدا واحنا بنحل. طيب with special days or occasions مع ايام ومناسبات خاصة, I will get my parents presents on my birthday, انا سوف احصل على الهدايا الخاصة بي في ايه, on my birthday في عيد ميلادي. واحنا عارفين طبعا في كمان Mother's Day اللي هو عيد الأم. طيب هنا مع هذه العبارات, On holiday في الأجازة, On time في وقت محدد, الطيارة معادة تطلع الساعة 3 طلعت 3 بالظبط, يبقى ده هنقول معها إيه, On time. القطار معاده يتحرك الساعة 4, يتحرك 4 تماما, يبقى هنا هنتكلم إن هو يتحرك On time. عندي بعد كده On a sunny summer day في يوم صيفي مشمس, On a duty في العمل او الخدمة, وعندي هنا on a warm day يعني في يوم دافئ. طيب نحل بقى الكلام ده يا شباب ونطبق اللي احنا قلناه. طيب هنا بيقول لي الكلام ده طبعا اللي بيتابع معانا على القناة صفحة 28 صفحة 28 في كتاب المعاصر. number one, the museum is the corner, اللي بيجي مع كلمة the corner هو حرف الجر on, on the corner, المتحف على ناصية, on the corner opposite the hotel على الناصية مواجه للهوسبيتال المستشفى. number 2, I always go to the park, أنا دائما أذهب إلى الحديقة Saturday أيام الأسبوع. برافو عليك, وهيجي مع حرف الجر on زي ما احنا قلنا من شوية, أيام الأسبوع مع حرف الجر on, on Saturday mornings كل يوم سبت الصبح. طيب number 3, lunch time, إيه اللي بيجي مع lunch time, حرف الجر at, تمام, يبقى at lunch time I visit my cousins, أنا بزور ولاد عمي. number 4, the sports center is, مركز الرياضي, the aquarium and the hospital, دول حاجتين يبقى دايما هيجي معايا حرف الجر between يعني بين,
يبقى السبورت سنتر المركز الرياضي بين الاكواريوم متحف الاحياء المائيه والهوسبيتال المستشفى. طيب اكواريوم متحف الاحياء المائيه او معرض الاحياء المائيه. نمبر 5 ذا يوجوالي شي يوجوالي جيتس اب هاف باست 8 ذا تايم متعودين عليها من زمان. هناخد حرف الجر ات مع الجمله نمبر 5. نمبر 6 لوسي واز ستاندينج ذا رايت اون ذا رايت اون ذا ليفت اون ذا رايت اون ذا ليفت. يبقى اخد حرف الجر اون زي ما قلنا من شويه على اليمين اوف ذا بيكتشر على اليمين في الصوره. نمبر 7 فروم ذا ستيشن جو ستريت اون زي ما اتعودنا الاكسبريشن ده يعني امشي باستقامه جو ستريت اون. الحروف الجر دي التركيبات دي لازم تحفظ يا شباب وتتفهم كويس. جو ستريت ان فور اباوت 10 meters يعني امشي باستقامه لمده حوالي 10 دقايق. نمبر 8 اي ديد ذا كروس ووردز اللي هي الكروس وورد زي يا شباب كروس وورد اللي هي الكلمات المتقاطعه 5 minutes يعني في خلال 10 دقائق. يبقى هناخد معانا حرف الجر ان يبقى ان 5 minutes يعني انا حليتها في خلال 10 الوقت المستغرق 10 دقائق. نمبر 9 they like to visit Luxor winter فصول السنه اللي بتاخد معاها حرف الجر ان in winter يعني في فصل الايه الشتاء. خلاص نمبر 2 هناخد كده سؤال كومبليت ونشوف بيتحل ازاي. هنا بيقول نمبر 1 فادي جوز شوبينج ذا افترنون اجزاء اليوم قلنا هيجي معاها حرف الجر ايه يا شباب برافو عليك وحرف الجر ان ان ذا افترنون. طيب نمبر 2 رايت وات يو دو ذا ويك اند تمام. يبقى هنا هناخد معنا حرف الجر ات ذا ويك اند اللي بيجي مع كلمه ويك اند حرف الجر ات. نمبر 3 ذا لايبراري از اوبوزيت تو ذا بانك لا 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 اللي بيجي مع حرف الجر تو دايما حرف الجر ايه نيكست نيكست تو او نيكست تو. طب نمبر 4 ات ساترديز لا 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 ايام الاسبوع دايما مع حرف الجر ايه حرف الجر اون هنعمل او كابيتال طبعا عشان في بدايه الجمله. طيب نمبر 5 ذي ترافل تو دهب مدينه دهب اللي في سيناء ها هوليدي الاجازه بيجي معاها حرف الجر اون اون هوليدي يعني في الاجازه. نمبر 6 هي از نوت هير هو مش هنا ذا مومنت اللي بيجي مع كلمه ذا مومنت حرف الجر ات يبقى ات ذا مومنت يعني في هذه اللحظه. بعد كده نمبر 7 ماي هاوس از اون ذا of the core of the street corner. هنا بقى يا شباب هناخد اللي عندي اجابتين ينفعوا معايا ممكن اقول on the left او on the right الاثنين صح على اليمين او على اليسار من الناصيه. طيب نمبر 8 بيقول لي هنا farmers usually start working وعندي هنا كلمه dawn اللي هو الفجر هيجي معاه دايما حرف الجر حرف الجر ات ات دون خلاص ات دون. رقم 9 clothes were very different الملابس كانت مختلفه جدا the 8th century القرن الثامن عشر طبعا ده هيجي معاه حرف الجر ان في القرن الثامن عشر القرن ال 18 century. طيب نمبر 10 The bus arrives الباص بيوصل on 10 minutes لا 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 in 10 minutes يعني في خلال 10 دقائق. ده كده اكسرسايز على ليسون 1 على حروف البروبوزيشنز حروف الجر. هناخد دلوقتي اكسرسايز على ليسون 1 و 2 كله كاملا ونشوف بيتحل ازاي مع بعض. هنا بيقول لي جنرال اكسرسايز على ليسونز 1 و 2 ليسونز 1 و 2. أول سؤال عندي هنا يا شباب سؤال الباراجراف سؤال الديالوج سوري المحادثة وده بين حمزة وعلي سهلة جدا هشوف مين بيكلم مين بس أهم حاجة عندي بقى نعمل إيه. خلي بالكوا إحنا بنحل الديالوج هنعمل إيه. أول حاجة هنقرا الجملة اللي فوق دي لأن دي أهم جملة عندي في الديالوج لأن هي بتعرفني الديالوج بيتكلم عن إيه وأحيانا كتير جدا بيكون فيها إجابات من الديالوج اللي معانا. هنا بيقول لي بعد كده شويه هنعمل ايه؟ هنقرا ديالوج فاضي خالص مش هنحط فيه ولا حرف الا بعد ما نقراه خالص علشان نفهم الديالوج بيتكلم عن ايه
وبعد كده نبدأ نحله تاني. اهو حمزة is asking علي about the sports center. حمزة بيسأل علي عن المركز الرياضي. فحمزة بيقول لي علي ايه؟ Hello, is the sports center near from here؟ هل المركز الرياضي قريب من هنا؟ راح علي رد عليه قال له هلو، وراح مجاوبه إجابة مش عارفين قال قريب ولا بعيد، بس بص قال له ايه؟ It's a 5 minutes walk. اه ده 5 دقايق مشي، يبقى هنا اكيد قال له ايه؟ اه طبعا ده قريب. طب نكمل. راح حمزة سأله سؤال قال له yes. يبقى لما يسأله بسؤال ويجاوب بيس يبقى سأله بحاجة تشير بمعنى هل. اه walk along this road، امشي بطول هذا الطريق. It's opposite the bank، انه مقابل للبنك. يبقى هنا سأله سؤال قال له هو اقدر اروح ازاي للسبورت سنتر؟ هنشوف هنعملها ازاي. سأله سؤال تاني قال له I play tennis، انا بلعب تنس. يبقى سأله قال له ايه الرياضه اللي انت بتحبها او ما الرياضه اللي انت بتفضلها؟ وراح رده راح هو سأله سؤال تاني قال له واتس اباوت يو، طب وماذا عنك؟ طب وانت؟ هيجاوبوا اجابه مش عارفين قال له ايه. بص الاجابه اللي تحت، اه سويمنج از ا نايس سبورت. يبقى رد عليه هنا قال له ايه؟ قال له سويمنج، اي لايك سويمنج، او اي بلاي سويمنج، او اي طيب اي بريفير سويمنج، انا افضل السباحه. او هنشوف دلوقتي الاجابه بتاعتها. طب هنا وين دو يو جو ذير، امتى بتروح هناك؟ او مجاوب مش عارفين قال له امتى. بص قال له ايه؟ جريت نيكست مانداي، اه الاثنين اللي جاي. يبقى هنا قال له ايه؟ انا بروح يوم الاثنين. يبقى شفت يا شباب لازم نقرا الدايلوج كله فاضي علشان نبدا نحل. تعالوا نحل كده مع بعض الدايلوج ونشوف هيتحل معانا ازاي. نمبر 1 هنا بيقول لي اول سؤال، حازم حمزه بيقول لي علي بيقول له ايه؟ هلو از ذا سبورت سنتر نير فروم هير. طبعا از يعني هل، هجاوب عليه بيس او نو. طب هنا قال له ايه؟ اتس 5 مينيت ووك، ده 5 دقايق مشي. قال له يس ولا نو؟ برافو عليك، قال له يس. يس ات از، او ممكن يقول لي يس ات از، تكفي يس ات از. ايوه هو قريب، ده هو 5 دقايق مشي من هنا. قام ساله سؤال تاني قال له يس، يبقى ساله بهل. يس يبقى ساله هنا بهيلبينج فيرب، فعل مساعد. يس ووك الونج ذيس رود اتس اوبوزيت ذا باج. يبقى هنا هيقول له ايه؟ اوصف لي او كيف اذهب الى، كيف يمكنني ان اذهب الى المركز الرياضي، او هل يمكنك ان تخبرني الطريق الى المركز الرياضي؟ نقولها ازاي دي يا شباب؟ ها يبقى هنقول له ايه؟ Could you tell me how can I get to the sports center؟ Could you tell me، هل يمكنك ان تخبرني؟ How can I get to، كيف يمكن ان اصل الى the sports center. sports center واحط question mark. قال له ايوه ممكن اخبرك. yes ها walk along this road it's opposite the bank، امشي بسرعه، امشي طول هذا الطريق هو امام البنك. طيب سأله سؤال ثاني قال له I play tennis. يبقى سأله قال له ايه؟ which sport do you play او do you prefer؟ دي صح ودي صح. which يعني اي او ايهما او ايهم، which sport يعني اي رياضه، do you like انهي رياضه انت بتحبها. ممكن هنا او اشيل لايك واحط بدلها prefer انهي رياضه انت بتفضلها. الاثنين صح. قال له I play tennis. طب what about you؟ طب وانت؟ قال له هنا ايه؟ swimming. يبقى هيقول له ايه؟ I like swimming، انا بحب السباحه، او I prefer swimming. الاثنين صح. I سهل على نفسك، I like swimming، انا بحب السباحه. احط فلوس توب عشان ده دي جمله من السؤال. قال له swimming is a nice sport، السباحه دي رياضه رائعه. اه when do you go there، امتى بتروح هناك؟ فراح مجاوب مش عارفين قال له ايه. بص قال له great next monday، الاثنين اللي جاي. I will be at the club، انا هكون في النادي. وطبعا هنا قال له ايه؟ قال له I go there on mondays، انا I go، انا بروح هناك، I go there on mondays، بروح هناك كل يوم اثنين. طيب
راح في الاخر قال له that's will be great، ده هيكون شيء رائع. تعالوا نشوف كده اللي تشوز معانا. السؤال الثاني بيقول لي هنا نمبر 1 we had a nice meal at this، احنا تناولنا، ده ماضي الباست من هاف، ولما هاف وهاز بتيجي مع الوجبات يبقى معناها تناول، يتناول او تناول، دي ماضي، يبقى we had a nice meal، تناولنا وجبه لذيذه. at this بناكل فين؟ طبعا بناكل في الريستورانت، في المطعم. عندي هنا فاكتوري مصنع وبنك، وعندي كلمه ستيشن محطه، last week الاسبوع اللي فات بناكل في المطعم. نمبر 2 my father often goes to this village، بابايا غالبا او كثيرا ما يذهب الى هذه القريه، because it is، عشان هي ايه؟ عشان his village، سوري، القريه بتاعته او الريف بتاعه، عشان هي ايه؟ place، عشان هي مكان هادي، peaceful، boring، ممل، noisy، صاخب او مليء بالضوضاء، وكلمه bad يعني سيء. طيب نمبر 3 is a large area، هي مساحه كبيره او منطقه كبيره من الماء، water with land around it، خدناها قبل كده في الديفينيشنز، فيها ارض محيطه بيها. ايه هي المساحه الكبيره اللي من الماء وحواليها ارض من كل الاتجاهات؟ طبعا بيتكلم على الليك، البحيره، انما سي يعني بحر، لا ما ينطبقش على الوصف ده. اما ريفر ده النهر، اما بوند يعني بركه صغيره. طيب نشوف كده نمبر 4 منار از انترستد، دايما مع حرف الجر ان، برافو عليك، انترستد ان، مهتم بيه. منار از انترستد ان واتشينج انجلش موفيز، وقلنا ان انترستد ان بيجي مع حرف الجر، بيجي معاها يا اما فيرب بلس اي ان جي، يا اما ناون يعني اسم. طيب نمبر 5 بيقول لي هنا ايه؟ ذا كافيه از اون ذا كورنر، ذا كورنر اوف، ذا كورنر اوف يعني ناصي، ذا كورنر اوف، حروف الجر مهمه جدا يا شباب، لازم يجي لنا منها في الامتحان. ذا كافيه از اون ذا كورنر اوف ذا بوتانيكال جاردن، يعني الكافيه موجود موجود في على ركن او على ناصية الايه؟ البوتانيكال جارد. طيب نمبر 6 there are lots of things، يوجد الكثير من، there are يعني يوجد للجمع، و there is يعني يوجد للمفرد، يوجد الكثير من الاشياء to do here، ايه اللي هنعملها هنا؟ at the weekend، طبعا هناخد كلمة especially at the weekend، يعني خصوصا في اجازة نهاية الاسبوع. slowly معناها ببطء، quickly معناها بسرعة، و suddenly معناها فجأة. نمبر 7 you can see trees and other interesting plants، نترجم، نترجم، هنحفظ، نترجم، حفظت الكلمات هتعرف تترجم اهو. يمكنك ان ترى اشجار ونباتات جميلة جدا at a، تشوفها فين الحاجات دي؟ في المطار، في الايربورت، لا، في الاكواريوم، في متحف الملاهي المائية، لا، في البوتون، في البوتانيكال جاردن، طبعا في معرض في الحدائق النباتيه، وهنا عندي كلمه لايبراري يعني المكتبه. طب نمبر 8 ذا ترين ليفز، يعني القطار بيغادر 7 تومورو، طبعا ده تايم وقت، يبقى هيجي مع حرف الجر ايه؟ ات، برافو عليكم، ات 7 في الساعه السابعه تماما بكره. طب نمبر 9 ماي بيرث داي از 17th جون، هنا شهر بس معاه ايه؟ معاه يوم، ايه اللي بيجي مع الايام؟ تمام برافو عليك، وحرف الجر اون، انما لو ما فيش معايا معايا اليوم ده مش موجود، يبقى ناخد حرف الجر ان، لان ان بتيجي مع الشهور بس، طالما في يوم يبقى ناخد حرف الجر اون. نمبر 10 ذا ترين ليفز 5 مينتس، خمس دقائق، طبعا دي مده، خلال 5 مينتس، القطار سوف يغادر في خلال خمس دقائق، يبقى ناخد حرف الجر ان. تمام كده برافو عليك. تعال نشوف السؤال اللي بعده دوت اللي هو الكومبليت، سؤال سهل جدا مفيش مشكله، بس اهم حاجه اقرا الكلمات اللي فوق واترجمها، وبعد كده هناخد الكلمات دي نحطها في الاربع فراغات. عندي خمس كلمات واربع فراغات، عندي كلمه بيتشز شواطئ، وكيتشنز مطابخ، وبيسفول معناها هادئ او مسالم، وعندي هنا كلمه ويك اند اجازه نهايه الاسبوع، وليك يعني بحيره. تعال نمشي واحده واحده كده. اي لايك اسماعيليه، انا بحب اسماعيليه، اتس ا نوت سيتي او اتس ا سبيس سيتي، ده وصف لمدينة الإسماعيلية، وهي مدينة إيه؟ مدينة peaceful، مدينة هادئة. طيب there are lots of things to do there، في حاجات كتير ممكن تعملها هناك، especially خصوصا at the، خصوصا at إيه؟ لسه حلينا فوق في اللي choose، at the weekend
يعني خصوصا في اجازة نهاية الاسبوع. كلام سهل جدا. On Friday afternoons يعني يوم الجمعة بعد الظهر او في وقت النهار. I often go to تمساح with my family. طبعا تمساح ده اسم ايه؟ اسم ليك، اسم بحيرة. برافو عليك. والليك تمساح، بحيرة التمساح مع عائلتي. It's a beautiful lake with around it. هي بحيرة. طبعا احنا ممكن نشطب عليها ان خدناها، بس هو سؤال سهل جدا مش محتاج يعني. البحيرة فيها ايه حواليها؟ طبعا في شواطئ حواليها، beaches. يبقى اللي مستبعدة معانا كلمة kitchens، مطابخ، مش موجودة في القطعة. نشوف كده السؤال اللي بعد كده. Complete the sentences، اكمل الجمل with the correct form، بالشكل الصحيح of the words in brackets. هنشوف كده زي شبه سؤال الكوركت بالظبط، بس بدل ما هو حاطط لك كلمه تحت خط تحت الكلمه، لا حاطط لك بين قوسين. كل عليك هتعمل ايه؟ هتشطب الكلمه دي وتحط الصح. اهو I live a small village، في قريه صغيره. طبعا هناخد حرف الجر ان. انا بعيش in a small village in the south of Egypt، في جنوب مصر. نمبر 2، جودي goes to the sports center. جودي تذهب الى المركز الرياضي. The afternoon، يبقى اجزاء اليوم اتفقنا بتاخد مع حرف الجر ان برضو. In the afternoon يعني في فترة بعد الظهر، فترة النهار. طيب number 3، I have tennis lessons AM، the time 9 AM، الساعة 9 صباحا. time بيجي مع حرف الجر at 9 AM. حروف الجر مهمة جدا يا شباب. طيب نكمل. بيقول لي هنا the shopping center is to the station. طبعا اللي بيجي دايما مع حرف الجر to، حرف الجر next اللي هو next to، يعني بجوار او بجانب الستيشن. بعد كده نمبر 1 هنا بيقول لي choose the correct word، جيب لي كلمتين هختار كلمة من الاثنين دول، انهي واحدة فيهم اللي صح. I live in ولا on a small village، لا انا بعيش in، بعيش في قرية صغيرة. In the south of Egypt، في جنوب مصر. Number 2، نجوى usually visits her grandparents، يعني نجوى يعني غالبا او عادة بتزور اجدادها. وهنا عندي في الاخر كلمة weekend، بيجي مع حرف الجر at the weekend، في عطلة نهاية الاسبوع. ونمبر 3، you can't hear any traffic here، لا يمكنك ان تسمع الكثير من الضوضاء المرورية هنا. ليه؟ عشان it's very peaceful، لان المكان هنا ايه؟ هادئ جدا، ما فيهوش ضوضاء. واخر سؤال عندنا يا شباب، سؤال ال writing a paragraph من مكون من 110 كلمة 110 words، بيتكلم عن اسماعيلية. in an is an interesting city، اسماعيلية مكان شيق او ممتع. احنا اتكلمنا عليه في الريدنج في الليسون 1 و 2، هتقراه تاني كويس جدا، او ممكن هو محلول صفحه 370، صفحه 370 في كتاب المعاصر، في اخره هتروح تقراه مره واثنين وثلاثه وتشوف الجمل اللي مكتوبه فيه. احنا قرناه قبل كده في الريدنج في المقطع، في الدرس ليسون 1 و 2 المقطع الاول او الجزء الاول. و اقراه كويس وبعد كده حاول تكتبه من مخك انت. اقفل الكتاب وابدا اكتبه باسلوبك انت، بالكلمات اللي انت حافظها. كده خلصنا شباب ليسون 1 و2. شكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان توصل لزمايلكم. كان معكم مستر اسماعيل حلمي، تمنيت لكم بالتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.